مرحبا بكم معايا في قناة ستاتي كيتشن. الوصفة اللي غنقدم معكم اليوم عبارة عن كريب بالكفتة والفرماج بحشوة لذيذة بزاف. إلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ديروا لايك، واللي جديد كيشوف القناة أول مرة نتمنى أنه يشارك ويفعل جر الجرس باش يتوصلوا بالجديد. على بركة الله ندوزو المقادير. بالنسبة للكريب عندي نصف لتر ديال الحليب، 250 غرام ديال الدقيق الفورص، جوج معالق ديال الزبدة مذوبة، واحد البيضة، شوية الثوم بودرة، شوية ديال الملح، وأنا غادي نقسمهم شوية القزبر بالحشوة. عندي 250 غرام ديال الكفتة، واحد البصلة كبيرة مقطعة رقيقة، شوية ديال الزيتون، شوية ديال الفرماج بحكوك، جوج معالق كبار صلصة الطماطم، شوية البزار، شوية الهريسة، وجوج معالق كبار ديال كريم فخيش، وفخوماج قطع فخوماج ساندويتش باش نعملو لي كريب ديالنا. أول حاجة غنحضرو الكريب. كناخد الحليب، كنضيف ليه الدقيق، كنضيفو الزبدة، شوية القزبر حبوب، بيضة، شوية الثومة بودرة، شوية الملح. نخلط الجميع العناصر حتى تنسجم ونخليوها نخلي دابا الخليط ديالي يرتاح وندوزو لتحضير الحشوة. كناخدو الزيت، كنوضعو فيها البصل، شوية الملح، ونخلي البصلة ديالتي حتى تنزل حتى تشحر. كنضيف لها الكفتة، نضيف صلصة الطماطم، زيتون مقطع، شوية البزار، شوية الهريسة، ونحرك مزيان. منين توجد الحشوة ديالي نزيد فرماج محكوك وجوج معالق كبار ديال كريم فخيش باش ما تجيناش ناشفة. دابا نضيف لها جوج معالق كبار ديال القشدة الطارية، والفرماج بحكوك، نخلي الحشوة ديالنا تبرد وندوزو باش نحضرو لي كريب. المكلاس نوضعها فوق النار، ملي كتسخن كنبدا في تحضير لي كريب.
منين كتبدا كتحل من الجناب كنهزوها ونقلبوها الى الجهه الاخرى باش تحمر لينا. نستمروا في نفس العملية حتى نكملوا الخليط اللي عندنا. من بعد ما كنسالي لي كريب لي عندي ندوزو باش نوريكم الطريقه باش غادي نعمرهم. ناخذ الكريب نوضع الجهه اللي من فوق للفوق نوضع فوق منها موسو فرماج ساندويتش ونضيفو الكسه. نجمعوها على شكل رغيفة ندوزو الثانية نفس الطريقة تنكملو الحشوة تاني. من بعد ما انتهيت من تحضير ديال الكريب غندخلهم دابا للفرن اللي سخنتهم من قبل درجه الحراره متوسطه وبعد ذلك نزينو بالفرماج. هو الشكل النهائي ديال الكريب زينته بالفرماج محكوك وشويه المعدنوس كيجي واعر في المذاق. جربوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم وما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والعائلات ديالكم.
فرجة ممتعة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.